تعالوا بقى الميك شيك بتاع النهارده لذيذ، بالذات الناس اللي بتحب البسكوت ده، يعني اللي بيحبوه هتبصوا قوي بالوصفه دي، لان كتير قوي من الولاد الصغيرين، مش صغيرين قوي، اللي هو من سن 11 سنه ل 17 سنه، بيتبسطوا قوي من الوصفات دي ودايما بيطلبوها ودايما بيبقوا عايزينها، سواء كيك سواء تورت سواء كب كيك سواء حتى ميلك شيك. وعايزه اقول لكم الميلك شيك ده بيبقى بره سعره عالي قوي، احنا ممكن نعمله في البيت بامكانيات بسيطه. عندنا هنا ايس كريم فانيلا، عندنا تلج، عندنا صوص كراميل، عندنا لبن، حبه لبن صغيرين، البسكوت ده اللي بيبقى فيه نسبه زبده اهو شايفينه، هو ده والزبده بتاعته، خلاص في بنفس البسكوت ده في الزبده. الوصفه دي برضو من الوصفات بقى اللي السعرات الحراريه بتاعتها عاليه جدا جدا جدا، فالناس اللي نفسها تاخدها بس مش عايزه تتخن ممكن تاخدوها الصبح بدري قبل الساعه 12 الظهر عشان الجسم يلحق يحرق. اللي عايز يتخن بقى، وناس كتير بتطلب مني ازاي اتخن، ياخد الوصفه دي، ياخدها كده في نص اليوم، هتظبط له، هتعلي الجسم، هيتخن يعني. ماشي، اهو الايس كريم، اهي يعني الولاد متجننين بالبسكوت ده والزبده دي، بيعملوا بيها الكنافه والبسبوسه والتورت والكب كيك. عملنا ايه هنا؟ صوص كراميل، البسكوت، التلج، الايس كريم الفانيلا، زبده البسكوت، حبه لبن. طبعا احنا نبقى جايبين الحاجات دي، يعني باكت بسكوت، اللبن عندنا، الايس كريم متوفر خلاص، ممكن صوص الكراميل ده مش بيبقى متوفر جيبوه، لو عايزين مش عايزين تحطوه ما تحطوهوش. البرطمان بتاع الزبده ده بيقضي وقت طويل قوي، فيعني الحاجه دي مش بتخلص في مره واحده. برضو ما نجيبش كميات كبيره وما نستهلكش كل حاجه مره واحده، تحطوا بده صوص شوكولاته بدل الكراميل. هحط حبه لبن صغيرين كمان، وممكن نستنى كل شويه نقلبه لو ايه، لو عايزينه ما فيهوش لبن خالص يعني. حته كده عايزه ايه تضرب، فين اهو، بصوا بقى شايفين التقل ده، ده نعمله ونشربه على طول، عشان لو سيبناه شويه الايس كريم هيسيح، مش هيبقى بالتقل ده، لان احنا مش حاطين عليه ولا بودره كريم شانتيه ولا حاجه، احنا عاملينه ايس كريم بشويه لبن وتلج.